على الجهة اليمنى ياسر قحطاني يلعب الكرة لولي، محاولة المرور ولي إلى الأمام، فريدي ممتازة لولي وخطيرة ملعوبة. الله يا ولي 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 يسجل الهدف الثاني للهلال، وكرة ملعوبة ممتازة للغاية. يا روعة الهلال ويا روعة الأداء الكبير، يا روعة الأداء الكبير. ولي يحيي الجماهير، ولي يسجل هدف جميل، هدف روعة، هدف روعة يسجل السويدي، السويدي يسجل هدف الرابع في بطولة الدوري مع الهلال. لاحظ الكرة الممتازة والتسديدة القوية، وفي المرمى الوحداوي، في المرمى الوحداوي هدف ثاني ممتازة من الفريدي لولي، والهدف الثاني، الهدف الثاني